دي سيرفايكال فيرتيبري، وطبعا بنقول عليها تيبيكال سيرفايكال فيرتيبري. الكاركترستكس بتاعتها البودي اهو سمول، طالع منها ترانزفيرس بروسيس، وادي ترانزفيرس بروسيس. ترانزفيرس بروسيس بيمتاز بانه في فورامن ترانزفيرسارم او فورامن ترانزفيرسرم اللي هو موجود هنا. هنا طبعا المفروض ان هنا دي بيديكل وهنا لامني، وده فيرتبرال ارش او نيورال ارش، وهنا فيرتبرال فورامن. الفيرتبرال فورامن هنا او نيورال فورامن دي كبيرة، تريانجولار وكبير. السباين هنا شورت، وكمان في نفس الوقت بيبقى ايه بيفيد. دي الكاركترستكس بتاع التيبيكال سيرفايكال فيرتيبرا. هيقول لك هنا الفورامن ترانزفيرسارم ده بيعدي فيه ايه، تقول له تعدي فيه سيرد بارت اوف ذا فيرتبرال ارتري اوف الفيرتبرال فين. ادي الكاركترستكس زي ما قلنا، البودي از سمول ان سايز، ترانزفيرس بروسيس برفوريتد باي فورامن ترانزفيرسارم اللي بيعدي فيها السيرد بارت بتاع الفيرتبرال ارتري. السباين شورت وبيفيد، طبعا السباين شورت وبيفيد باين هنا بيفيد، دي بتمسك فيها الليجامنتم نيوكي، يعني هنا الليجامنت اللي بتمسك هنا اسمها ليجامنتم ايه نيوكي. طبعا الفيرتبرال فورامين تبقى لارج كبيره لان بيعدي فيها السباينال كورد، والسيرفايكال بارت اوف السباينال كورد بيبقى لارج، فعشان كده هنا الفورامين ترانزفيرس الفيرتبرال فورامين بتبقى كبيره. ده البودي، ده ترانزفيرس بروسيس انتيرو تيوبريكل اوف ذا ترانزفيرس بروسيس بوستيرو تيوبريكل اوف ذا ترانزفيرس بروسيس. ده سوبيرو ارتيكولار فاسيت، ومن تحت المفروض في انفيرو ارتيكولار ايه فاسيت. دي التيبيكال سيرفايكال فيرتبري. سيفنس سيرفايكال فيرتبري، شكل السيرفايكال فيرتبري واخده الكاركترستكس بتاعتها، واهمها ان الفيرتبرال فورامن كبيره والفورامن ترانزفيرسارم موجودة في الترانزفيرس بروسيس. بس بتمتاز بايه؟ قال لك السباين بتاعها بيبقى لونج وبيبقى هوريزونتال وما بيبقاش بيفت، مش مقسوم هنا على السباين، هنا مش بيفت. دي اول حاجه بتبينه. وبعدين طويل وبوينتد وبيبقى مور اور ليس زي الثوراسيك فيرتبري، بقى اشبه بالثوراسيك فيرتبري السباين بتاع الثوراسيك فيرتبري. هنا لازم تكون عارف السباين بروسيس بتاع 7 سيرفايكال فيرتبري، اول سباين لفيرتبرا تتحس في النك، يعني لما الواحد يحط ايده على القفا من ورا اول سباين يبتدي يتحس، ده سباين بتاع 7 سيرفايكال فيرتبري. نمرة 2، سؤال تاني بيسألوا لك في الامتحان، يقول لك ده سيرفايكال فيرتبري، بتقول له اه، وبتقول له ده 7، يسألك الفورامين ده، فورامين ترانزفيرسارم ده بيعدي فيه ايه. هنا لازم تكون عارف حاجة، ان هذا الفورامين في 7 بالذات ما بيعديش فيه الفيرتبرال ارت، لا بيعدي فيه اكسسوري فيرتبرال فين. يعني نمرة 7 بالذات ده ما يعديش فيه الفيرتبرال ارت، بيعدي فيه اكسسوري فيرتبرال فين. اوعى تنسى ان السباين مش بيتنت ودايركتد ايه داون. ده الفيرست سيرفايكال فيرتبري، او اللي احنا بدل اسم بيسموها الاطلس. ما بنختلفش فيها ابدا. الاطلس دي شكلها كاركترستيك، اول حاجه ملاش بودي، ليها لاترال ماس ولاترال ماس، وليها انتيرور ارش سمول وبوستيرور ارش هنا ايه لارج هنا. فده ما بنختلفش فيها خالص. بتلاقي هنا برضو الترانزفيرس بروسيس بتاعها في فورامين اللي هو فورامين ترانزفيرسارم بيعدي في الفيرتبرال ارتري برضو. ده لاترال ماس وده لاترال ماس. اللاترال ماس دي في السوبيرور سيرفيس بتاعها في سوبيرور ارتيكولار فاسيت، ومن تحت هنا في انفيرور ارتيكولار فاسيت. السوبيرو ارتيكولار فاسيت بيبقى شكله كيدني شيب. ليه؟ لان ده بيتحد مع الاوكسيبيتال كوندايلز،
الكونبايلز بتاع الاوكسيبيتال بون، وبيعملوا جوينت اسمها اتلانتو اوكسيبيتال جوينت. هنا ده الانتيرو ارش سمول، وده البوستيرو ارش لارج. بوستيرو ارش على السوبيرور سيرفيس كده، هتلاقي هنا في جروف، الجروف ده اللي بيعدي عليه الفرتبرال ارت، الفرتبرال ارت بيعدي من هنا عشان يخش بعد كده في الفورة من ايه؟ ماجنم بعد كده. فهنا بيعدي هنا، ده الفرتبرال جروف فور ذا فرتبرال ارت، وهنا في جروف فور ذا فرتبرال ارت. السوبيرور سيرفيس ده بيبقى هنا شكله كيدني شيب، هنا الانفيرور سيرفيس بيبقى سيركولار ان شيب. يعني ده عشان كده ده الفرق بين السوبيرور سيرفيس وهنا انفيرور سيرفيس. ده اللي برضه الانتيرو ارش، وهنا ده اللي انا شايفه ده هنا البوستيرو ارش، وده الفورامن دي اللي اسمها فورامن ايه؟ ترانزفيرسارم. خد بالك ده هنا، دي كل دي اسمها ايه؟ الاطلس. دي الصورة بقى، الرسمة بتاعت الايه؟ الفيرست سيرفايكال فيرتيبري. فادي الفيرست سيرفايكال فيرتيبري، ادي اللاترال ماس، وادي اللاترال ماس. ده السوبيرو سيرفيس هنا كيدني شيب، وهنا السوبيرو سيرفيس كيدني شيب، وادي الفورامين ترانزفيرسال اللي بيعدي فيها الفرتبرا ارتري، وادي الانتيرو ارش، وادي البوستيرو ارش. والبوستيرو ارش فيها الجروف اللي بيعدي، الجروف ده اللي بيعدي منها طبعا الفرتبرا ارتري كده، يروح معدي من هنا كده عشان يخش بعد كده على الفورامين من ايه؟ ماجنا. خد بالك بقى، بيسألك على الجوينت اللي بين الاطلس والاوكسيبيتال بون، دي بقى دي اسمها اتلانتو اوكسيبيتال ايه جوينت اهي. نمبر 2 بيقول لك ايه الليجامنت. فانت عارف هنا في لما بيتركب الاطلس على الاكسس، فده الانتيرو ارش، المفروض في المنطقه دي بيخش الدنس او الاودونتويد بروسيس، بيجي هنا اللي هو بتاع السكند سيرفايكال فيرتيبري، بيزنق ما بينهم او بيقفل ما بينهم هنا ليجامنت دي اسمها ترانسفيرز ليجامنت اوف ذا اطلس. يبقى هنا في ليجامنت اسمها ترانسفيرز ليجامنت اوف ذا اطلس اللي بتزنق الدنس في الانتيرو ارش. عارف بتتقطع الليجامنت دي في حاله الشن، لما واحد بيتشنق وبيدلدل رقبته، جسمه بيشد على رقبته، فبتتقطع الليجامنت هنا، يقوم يعمل كومبريشن على السيجمنتس، الابر سيجمنتس اوف ذا سباينال كورد اللي فيها الريسبيراتوري سنترز والاوريجن بتاع الفرينيك نيرف اللي بيدي نيرف سبلاي للايه؟ للدافراج. يبقى هنا في ليجامنت اسمها ترانزفيرس ليجامنت اوف ذا ايه؟ اطلس. هنا في ليجامنت او ممبرين هنا وممبرين هنا، الممبرين ده واصل للسكال، ده اسمه انتيرو اتلانتو اوكسيبيتال ممبرين، والممبرين اللي ورا ده اسمه بوستيرور اتلانتو اوكسيبيتال ممبرين. دي السكند سيرفايكال فيرتبري او الدنس. الكاركترستكس بتاعتها زي اي سيرفايكال فيرتبري، برضو ترانسفيرس بروسيس فيها فورامن ترانسفيرسارم، الفيرتبرال كانال بتاعتها واسعه، السباين شورت، وهنا بيفيد سترونج اهو زي ما انت شايف. الميزة اللي بتفرقها عن أي فرتبرة تانية إن فيها على الأبر سيرفيس بتاع البودي طالع بروسيس على فوق أهو، ده اسمه دينس أو الأودونتويد بروسيس. الأودونتويد بروسيس ده بيقال إن ده كان البودي بتاع الفيرست سيرفايكال فرتبري، نزل شبط فيها وعمل الدينس أو الأودونتويد بروسيس. ده عشان كده ما بتلخبطش فيها أبدا اللي هي السكند سيرفايكال فيرتبري دي. فبقول ده سكند سيرفايكال فيرتبري، ده الدنس. طبعا خد بالك الدنس ده بيسألك ايه الامبورتنت ليجامنتس اللي ماسكه في الدنس، بتقول له طالع من فوق ايبيكال ليجامنت، طالع من على الجناب كده وكده، دول اسمهم ايلر ليجامنت. يبقى ده ايبيكال ليجامنت وهنا ايلر ليجامنت، وده تطلع السباينس بروسيس من ورا شورت وبيفيد في ليجامنت، الليجامنت دي اسمها ليجامنتم نيوكي. يبقى هنا في ليجامنت من ورا هنا، طبعا دي معروفه طبعا في كل ماسكه كل السيرفايكال فيرتبري دي اسمها الليجامنتم نيوكي. دي زي ما احنا اتفقنا كاركترستكس بتاع الاكسس، البودي از سمول، اتس بودي از سمول لكن بروجكت منه ابورد ذا دنس اللي بيعمل الدنس او الاودونتويد ايه بروسيس.
وبعدين السباين سيك وبيفيد وفيري سترونج. سباين سيك وبيفيد وفيري ايه سترونج. وايه الليجامنت اتاتشد تو ذا دينس اور ذا اكسس دينس اوف ذا اكسس اللي هو السكند سيرفايكال فيرتبري. اتفقنا هنا ده الابيكال ليجامنت اهو، وعلى الجنبين فيه هنا ايه الار ليجامنت، وهنا في جوينت اسمها اكلانتو اكزيال جوينت. لما ادي الاقلص اهو وادي الاكسس ركب تحتها، فهنا ادي الدينس طلع كده. وعلى فكره تيجي هنا الترانسفيرز ليجامنت تقفل كده، الترانسفيرز ليجامنت اللي احنا قلناها اللي موجوده في الاطلس بتقفل لكده. المهم ده الدينس مع الانتيرو ارش بيعمل لي بيعمل لي ميديان اتلانتو اكزيال جوينت. بين الانفيرو ارتيكولار فاسيت بتاع الاطلس مع الصدور ارتيكولار فاسيت مع الاكسس، هنا في ليجامنت تانية اسمها لاترال اتلانتو اكزيال جوينت. فلما يجي يسأل على نوع الاتلانتو اكزيال جوينت، ده هنا ميديان وهنا لاترال. ميديان سينوفيال جوينت الفرايتي بتاعتها اسمها هنا الفرايتي هنا الاتلانتو اكزيال الفرايتي بتاعتها عبارة عن بيفوت فرايتي تسمح بموفمنت روتاتوري ايه موفمنت. ده الميديان اتلانتو اكزيال. اما اللاترال اتلانتو اكزيال اللي هي على الطرف هنا على الناحية التانية، دي جلايدنج فرايتي او سلايدنج فرايتي او بلين فرايتي، لان دي بيتزحلقوا الاثنين على بعض، لكن ما فيهاش بتتم عمليه اللف هنا في الميديان ودولك بيتزحلقوا. عشان كده الميديان اتلانتو اكزيال بيفوت فرايتي، اما اللاترال اتلانتو اكزيال بلين سينوفيال جون. لما نيجي بقى للجزء ده اللي هو السوبيرور سيرفيس بتاع الاطلس، ده ارتكوليت مع الاوكسيبتال كوندايلز، فعشان كده دي سينوفيال جوينت كوندايلر فرايتي، دي كوندايلر فرايتي بتسمح بموفمنت اللي هي نودنج موفمنت، اللي هي النودنج اللي هي ايه فليكشن اوف ذا هيد انتيريورلي اند اكستنشن اوف ذا هيد بوستيريورلي، بتعمل النودنج موفمنت. يبقى هنا دي الاطلانتو اوكسيبيتال سينوفيال جوينت كوندايلر فرايتي، اطلانتو اكزيال ميديان اطلانتو اكزيال بيفوت فرايتي، لاترال اطلانتو اكزيال بلين فرايتي. المنظر ده ادي السكالا اهي، وادي الاوكسيبيتال كوندايلز، وادي الاطلس اهو، وده الانتيرور ارش بتاعي، وده الاكسس اهي، وده الاودونتويد بروسيس طالع اهو. ده ادي السكال اوكسيبيتال كوندايلز. هنا بقى الارتكوليشن بين الاوكسيبتال كوندايلز والسوبيرو ارتكولار فاسيت بتاع الاطلس، ده الاطلانتو اوكسيبيتال جوينت، دي اطلانتو اوكسيبيتال جوينت، ودي سينوفيال جوينت كوندايلر فرايتي اللي بتسمح بلودنج موفمنت. هنا ادي الانتيرو ارش بتاع الاطلس، وادي الاكسس، وادي الاودونتويد بروسيس، وهنا دي ميديان اطلانتو اكزيال جوينت، ودي اللي بتدي الروتاتوري موفمنت، ودي بيفوت فرايتي، ودي اللي سبورتد بالليجامنت اللي هي ترانسفيرس ايه ليجامنت. دي بقى دي ميديان اتلانتو اكزيال جوينت. دولك اللي على الجنبين دول لاترال اتلانتو اكزيال جوينت، ودولك سينوفيال جوينت بلين فرايتي، بلين فرايتي، وده بيفوت فرايتي، ودي الاطلس الانتيرو ارش، وده هنا ايه الاكسس.